قلتها له برك صيفطي له ومنين جاي يشرب وتيجي وتيضربني وكيقول لي واه تصوري صوري وصيفطي له باش يصيفط لنا الفلوس. كيقول لي صيفطي لي صوره ورحميني وراني بغيت انتحر وراه ما نقدرش نعيش بلا بيك. انا عايشه غير مع جده دابا، راني غير عند جده. جده الولد عندي مريض بالضيقه وجده ما عندهاش تهويه للدار كاع نهائيا، الشرجم ما عندهاش في الدار وكيتخنق ليا الدري بالليل. راه شحال انا لو كان جبت لكم شحال الدوايات كنخسر على ولدي. مؤخرا عاد لقيت له المشكل بان عنده في الصدر، عنده حساسية تركبات له بضيقة. هاد الولد ما كنتش انا كاع عارفه، هاد الولد كيكح ليا على طول السنين، انا ما عارفاش بلا في ولدي فيه الضيقة. كندوز له ولكن ما تيعطوني الدواء وصافي وكنرجع للدار. حتى درت له الراديو ودرت له سميتو درت له التحاليل عاد عرفت شنو عند ولدي. كتساكت بحال شي واحد كيضربك غير بالمهل، هي هادي ساكته ما كتقول حتى حاجه. مشيت قبيله لقيتهم خرجوا لي حوايجي كاملين للزنقه، خرجوهم ليا ديتهم عند الجراح حطيتهم تمايا. كلشي حوايجي حوايج ولادي حوايجي كلشي خرجوهم ليا للزنقه وحطوهم ليا برا. مشيت انا تتقول لي المراه اجي عند حوايجك راه خرجوهم ليك للزنقه، عاد مشيت هزيتهم وديتهم عند الجاره ديالي غير تما في الحي. ماشي ما عنديش لقاء البارح مشيت باش ندير شكايه، قالوا لي ما خصكيش ديري شكايه هنايا حتى لغدا نهار اثنين، وسيري ديريها عند هذوك اللي تحت في الدائره الاولى. هادشي اللي قالوا لي، هادشي اللي خسروه عليا صافي. قلت صافي مرحبا. انا كان بويا ما سجلتش، ما كنتش كنسجل شنو كيقولوا لي، ما سجلتش شنو كانوا كيعايروني ما سجلتش. خليت لهم الله اللي غادي ياخذ فيهم الحق ولا بد ما عندو ما يدير. ميتان وليت كنقولو صيفط ليا راه الدراري مراضين ليا، راني خصني راني هادي راني هادي. شويه السيد طور شنو كيجيكم هاد السعودي هذا؟ تيجيني راجل راجل لوستي، راجل لوستي اختي، راجل لوستك يعني راجل خط راجلك. اي راجل خط راجل. صافي انا منين بديت كنطلب له الفلوس بحال هكا كنقولو راه ولدي مريض صيفط ليا والاخر السيد صافي بحال عينو زاغت تي ولا تيطلب ليا شي حوايج ما نقولو. صيفطي ليا التصاور ديالك في صدرك عريان، صيفطي ليا التحت ديالك، صيفطي ليا المهم تعري وصيفطي ليا ولا شطحي وصيفطي ليا ولا قلتيها لراجلك؟ قلتها له قالك صيفطي له ومنين جاي يشرب وتيجي وتيضربني وكيقول لي واه تصوري صوري وصيفطي له باش يصيفط لنا الفلوس. تيقول لي صيفطي له وما تيديرش وما كيبينش راسو، ما تيبينش راسو كيدير بحال راه بعيد ولا ما كاينش كاع في الدار نهائيا. اكتشف الامر هو صيفط ليا اوديو، انا هذاك الاوديو انا ما شفتوش وداك الاوديو ما وصلنيش كاع للتليفون، ما فهمتش كيفاش هاد الاوديو ما قريتوش انايا، ما عرفتش الا كان صيفط شي حاجه ونخلتها وما شتاش ما عرفتش اختي. المهم صيفط ليا اوديو مرتو هي اللي شافته من تليفونه، انا ما يعني ما شفت انا حتى شي حاجه. حيدات له التليفون بدات كتقلب شافت الاوديو ديالو، الاوديو ديالو هو الوحيد اللي كاين عندهم. الاوديو ديالو هو تيقول لي ملي تكوني بوحدك صوري ليا وصيفطي ليا ورحميني وهادي راني غادي نتحر راني غنفعل راني غنترك. صافي انا ما جاوبتوش، انا ما شفت انا كاع هاد الاوديو اختي، انا ما شفتش هاد الاوديو. حتى اختو بدات تصيفط ليا المعيار، تصيفط ليا السبان، تصيفط ليا التعراق. لو كان اختي فيا الدغل فيا الدغل، انا هاد الراجل غنعطيه التليفون ديالي نخلي له التليفون ديالي عنده؟ ما غاديش نخلي له التليفون ديالي. التليفون عند امو تهرس لها مشالها. هادشي ما كانش عندي انا التليفون كاع، كنت كناخذو انا كندير بيه داكشي التصاور ديال الحنه كنتصور به وليداتي كنهضر معاهم انا داري كيهضروا معاها مالين دارها في التليفون ديالها تنهز لها انا التليفون ديالها. شويه منين ضاع لها التليفون صيفطت لي ماما التليفون قالت لي ماما هذا التليفون انا المهم تخلصوا هما يا فراس العام تيعطيوهم داك لامبريز ولا سميتو. صيفطات لي تليفون سامسونج صافي اختي انايا هذاك هاد التليفون صيفطاتو لي ماما ما شراه لي حتى واحد. قال لك اش هاد التليفون تتقول لي العكوزه هاد التليفون شراه لك السعودي، ما شراه ليش السعودي، ماما اللي شرات لي التليفون، ماما اللي صيفطت لي التليفون. شنو كاين دابا حاليا؟ اختي جا عندي اسميتو لحقاش دابا الهضره مشات عند لويسات الاخرين وصيفطوا الاوديو لويسات الاخرين. جاو هما البارح بالليل تهجموا عليا
قالوا لي يا اختي قالت لك خرجي من الدار، خرجي من الدار، خرجوني للزنقه. علاش السبب؟ حقاش الاوديو، الاوديو الاوديو اللي سيفت السعودي. قلت لكم راه كيقول لي استغلي الفرصه منين تكوني بوحدك، صيفطي لي فيديو، في صيفطي لي صوره ماشي فيديو، كيقول لي صيفطي لي صوره ورحميني وراني بغيت انتحر وراه ما نقدرش نعيش بلا بيك. ما تيجيش عندي، ما تيهضرش معايا، ما تيهضرش معايا، غير هما اللي كيجيو عندي، غير هما اللي كيجيو عندي. وقالت لي تتقول لي لوستي، كتقول لي تليفون ما دايره، ياك ما دايره حتى شي حاجه، عطينا التليفون.